معلش يا أمي، أنا عارف إني مقصر معاكي، بس والله غصب عني. غصب عنك ليه يا ياسين؟ وأنا عمري طلبت منك حاجة ولا حملتك حاجة؟ بس حتى الزيارة تبخل عليا بيها؟ طب أمك وخلاص ماشي، مهما زعلت منك قلبي مش هيغضب عليك. إنما أختك تتطلق وما تجيش تطل عليها، غص عليك يا ياسين. ما أنا جيت أهو. متأخر، متأخر قوي. يا ريت تقول لي بقى وتفهمني إيه اللي بعدك عننا قوي كده. خليني ساكت يا أمي. وساكت ليه يا ابن بطني؟ ما تقول، أنت ريح قلبي وقول لي أنا عملت إيه معاك مزعلك قوي مني كده؟ خدتي صف أبويا من أول يوم، ما فكرتش فيها خالص يا أم ياسين. من وأنا صغير لا عاجبه طريقتي ولا تفكيري ولا عاجبه فيا أي حاجة. جيت في مرة قلت له مالكش دعوة بالواد، الواد حر يعمل اللي هو عايزه. حتى لما رفضت أشتغل معاه في الشركة عشان خاطر عايز أشتغل بشهادتي، أنت اتخانقتي معايا أنا. فمشيت. مشيت عشان أخليك تشوفه بعينيك اللي أنا مش قليل يا أم ياسين. مين اللي قالها لك قليل يا ابني؟ قالها قدامك 100,000 مرة. ولحد دلوقتي. كبرت وبقيت مهندس كبير قد الدنيا، الناس كلها بتحلف بيه. ولسه برضه مش عاجبه. عارفة ليه؟ عشان إسماعيل بيه الغول ما بيحبش حد ينجح غير بطريقته هو بس. هو لازم يبقى صاحب الفضل في كل حاجة. مش أنا اللي مقصر يا أمي. مش أنا. غصب عني يا ياسين. غصب عني يا ضنايا. عمري ما عملت معاه حاجة وأنا راضية. على طول كنت مغصوبة. من وأنتوا صغيرين. كل حاجة بعملها غصب عني. سامحني يا ضنايا. سامحني يا ابني. سامحني. أنا آسف يا حبيبتي، أنا آسف. أنا والله مش جاي أعاتبك. أنا عايزك بس تقولي قدام كل الناس إن ابني ده أحسن واحد في الدنيا. طبعًا. أنا فخورة بيك يا ياسين. فخورة بيك أوي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.